وبركاته. بعد تفهموا ان شاء الله شنو كنوريكم. هادو الشي اللي عندي مسيبين في الارض عاد عركبهم، ودابا نمشي نوريكم البويات ديالي غنبدلو ان شاء الله، غنشارك معكم كل شيء ان شاء الله يا ربي. حبايب انا جبتكم من هاد الصويله ديالي صغيره، غادي كنجلس فيه دائما، ودابا غادي نبدل له التبيطه. هاد التبيطه ما تبقى شي، المطارب غنزولهم حتى هما ما غنخليهم شي. هيا دي عندي واحد البيت عامله كنجلس فيه وداكشي، ودابا غادي نبدل. شريت الشلي وشريت الميسا، هادي تبارك الله كترجع فيها 2 متر ملي كتحل، دابا فيها متر و40 الحق ملي كنحل كترجع فيها 2 متر. ها هي من بعد نوريها لكم ان شاء الله. دابا ان شاء الله عدلت 4 تشري، 4 اخرين انا وريتكم قبل عاد كنعدلهم. وهاد الفيديو غيبقى عندي مخبع واحد السيمانه حتى نصبغ البيت ونركب له كل شيء ديالو، وديك الساعه نشاركوا معكم ان شاء الله ونوريه لكم. ها هو البني عندي كيطلع على الزنقه، عندي الشجيره فيها، دابا الليل ما كتظهرش، عندي الشجره ديال المزاحه فيها في التراسه اللي عندي على برا في الباب. ايوا ان شاء الله يا ربي يعجبكم الصالونجي ديالي اللي غنعدل. دابا غنبيط هذا البيت، عنرد كولور اخر، وغادي نسكسف عليه ونوريه لكم ان شاء الله يا ربي. نتمنى تعجبكم حبايبي. انا كنشرك معكم، ها يدي ها هما ها هما. كان بيط البويت ديالي، كان هذا الكولور هذا انا وريت لكم قبل، ودابا ان شاء الله كنعمل له هذا الكولور هذا، كنزيد نفتحو غنعمل له اليد الاول واليد الثاني، ومن بعد ملي نساليه نوريه لكم ان شاء الله. نتمنى يعجبكم الذوق ديالي. السلام عليكم حبايبي، هاد التبيطه ديالي كيف جات كنوريها لكم. انا ساليت التبيط، باقي عندي قرع الرواق بدلت، غنبدلو ان شاء الله حتى هو. كنوريكم حتى الشجيره ديالي راه هي عندي في الخردين. كتدار دابا حيت بيت شريت الموبلي، ديك الساعه نوريه لكم معدل من الدار، باقي ما لصقنا له الروايد عاد كنعدلوا الشغل. وشريت البترينه غنوريها لكم، نتمنى تعجبكم يا ربي، باش نعمل فيها القشيعه ديالي اللي عندي اللي كنحتاج. ها هي والتبيطه خفيفه جات هيدا احسن من اخرى التينيه، كانت في الاورنج كان شويه فوردي. ونتمنى تعجبكم. والميسه ديالي ها هي عدلتها، هادشي اللي معدلين، كلشي باقي عندي مغطي، كنوريكم شويه بشويه. هادي تبارك الله كترجع فيها 2 متر، ودابا عندي محلوله شي كامله، محلوله شي كامله. ونتمنى تعجبكم، وانا ونكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. وانا شويه بشويه ملي نسالي نوري لكم كلشي. دابا عندي مكركبه كلشي منزل، دابا باقي كنعدل وغير نسالي نوري لكم. انا بغيت نوريكم التبيطه واللي شريت، ملي نعوض نوري لكم كلشي ان شاء الله. حبايب السلام، انا رجعت عندكم من الاول حتى الاخر. ان شاء الله يا ربي يعجبكم ذوقي وتشوفوا يعجبكم التبديل اللي بدلت البويات ديالي. يا ربي يا ربي يعجبكم. دابا كان الليل، دابا النهار. هاد التراسه ديالي اللي كيطلل عليها البويات، هذا الكلاس عندي كان عندي بالسدادر وزولتهم وعملت الكوميدور. ونتمنى يا ربي يعجبكم الذوق ديالي. شريت الرويق انا هما، عملتو شريت هادو، عملت لهم هيدا الريضة هانتوما كتشوفوه. شريت الحبيق ها هو وغرضكم، كيجيو دابا مزيونين موديرنوس، كيجيو فنين. هما هاديك دركدهم ماشي بصح. الوريقة دركدهم. الكريسي ديالي شفتوه وريتو لكم لي شريتو شحال هادي، بغيت نزلتو تما انا غير كنخربق. وعملت هاد الديكور هذا فوق هاد، شريت هاد الموبلي هذا شريته مزيون هكذا، وكنعمل فيها عملت له ديك المجوره بحال هادو. هاد المجوره هادو كنخبع فيهم، هذا عندي هنايا المانتيليس وداكشي ديال الميسا، وانا خبعت القشيعات هانتوما كتشوفو اللي كنقدمو فيهم نعدلو فيهم هاد الميسا، داكشي كل هاد الميسا. وباقي كنزيد نسكسف عليه هانتوما الطبيصلات والسوينيات، وهذا ديال الطرطا عملته من هنايا، انا باقا ما كملت 100% بالحق. كل مرة نعمل حاجة شوية بشوية، ونتمنى يا ربي يعجبكم، يكون عند الحسن الظن ديالكم ان شاء الله يا ربي.
مصيحف والسوينيات والتصويرات. انا يا عادي هيدا بغيت نعمل هاد الديكور هيدا وصافي ونزلت هاد تما في هذاك شريت هاد البترينا عاود عمرت قشيعات رفدات تبارك الله هنا شي منهم وريتهم لكم وشي مره ما وشي منهم ما نعرف جمعات لي زعما الصراحه وهزت لي بزاف د الحاجات وعملت فيها ديك الشعي خفيف ماشي ثقيل بزاف باش ما تثقل لي شي ها نتوما القطيطات ديالي ها نتوما هذا عندي السيرفيس كامل والسيرفيس اخر في الروسه راه هو وهذوك ديال العصير وريتهم لكم كامل هذا الشيء وريته لكم وجمعت الصراحه رفدوا لي القشع كانوا عندي غير منزلين هيدا وصافي وعجبني الحال زعما رفدت لي مزيان ها نتوما كتشوفوا ها هي فيا ها هي ها نتوما ها هو جا الديكور مزيوان وحط طويفر عاد شريتو ها نتوما ماشي الطويفر الطويفر بحال الصينية نهز نوريها لكم نتمنى يعجبكم ها برجيلات حس زويني عملت له هاد الفنية راهي دايما ونزلته في الأرض ها نتوما غير نزلته صافي مرة ننزل فيه هادوك مرة حاجة أخرى كل مرة وشني ترشقنا ننزلو فيه المهم دابا ملي كنعوض هيدا بقى عندي شويه شي على شي ولكن باقي غنخفف شويه ما نخليش مكرقي بزاف هيداك المهم نتوما عطيوني الراي ديالكم وذوقكم ونتمنى يا ربي يعجبكم وبز تكتبوا لي وتشاركوا معايا انا عجبني انا كيحمقني البياض العمر ديالي البياض وشريت عاود هاد السوينيات هادو ما كنتش وريتهم لكم هادو وهادو ديال هادو تعمل فيهم اللي بغيتي الشميعه بونبونيس اللي بغيتي هادي كانت عندي قديمه عملتها تما وعملتها هذيك وتشريتها عاود وريتها لكم شحال هادي وهادو الشيء اللي عاد لولدي والراجل اللي كنت كنوري لكم عندي في الارض منزلين كنعدلوهم وشريت هاد المسيسه هادي نتعاود وريتها لكم تبارك الله كيرجعوا فيها جوج مترو على قبال كتفتح وعندي الطرف مجدود دابا والطرف الاخر محلول الصراحه كبيره بزاف وكتسر بيجي عندك الضيوف انا كان عندي غير الكوزينه وعندي الضيافه النورمال والكوميدور هيدا كيجي زوي ونتقدم فيه الحاجه وداكشي وقلت غادي نزيد واحد نزول السدادر حيت عندي تحت عندي الفوق وقلت نزول السدادر من هذا ونعمل الكوميدور ونتمنى على ربي تكتبوا لي وتصيفطوا لي ويعجبكم الذوق ديالي ويكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله يا ربي ويعجبكم وانا تحت الامر ديالكم اللي بغيتو قولوه قولوه لي قابله اللي بغيتو قابله 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 على قبل هذا الشيء كل واحد وذوقو انا شاركت معكم هذا البويت ملي بدلت له التبييطه وملي بدلت له الديكوراسيون ديالو ملي بدلت له كل شيء شاركت معكم من الاول حتى الاخر ونتمنى يا ربي يكون عند حسن الظن ان شاء الله ويعجبكم وشكرا بزاف على الناس اللي كيتابعوني واللي كيشجعوني وبلا بيكم مساويين والو ونتمنى على الله تعالى وسبحانه نكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله ويعجبكم الحال ويعجبكم الحاجات ديالي ويا رب يا رب نكون عند حسن ظنكم هذا ما نقولكم وشكرا بزاف للحبايب واحد البوسه كبيره للحبايب كاملين ويا رب نكون عند حسن الظن ديالكم واخا غير شويه وتشاركوا معايا كل شيء وشجعوني وزيدوا شجعوني وما كنجبر ما نقول لكم شكرا من كل قلبي وما عنديش شي هضره اخرى نقولها لكم من غير كثر من الشكر وفي شيوه ام سليمان اللي مجا ونتمنى ان شاء الله نتسناكم تجاوبوني وتردوا عليا وتقولوا لي كيف جاكم هذا الشيء وتفرحوني وتشاركوا معايا عشويه شكرا بزاف وفي شيوه ام سليمان اللي مجا ان شاء الله يا ربي عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله ويعجبكم الحال هذا اللي نقول لكم اون بيسو